حكيت تمثال تاع الامير عبد القادر اللي كما قال البارح عبد الاخ اللي جوزناه وقال لهم لو كان الامير عبد القادر يقولوا له نديروا لك تمثال بهذا المبلغ تاع 120 مليار ولا نروحوا نبنيوا للناس سكنات ونخرجوا الناس من الغرقه وشوفوا كيفاش انا غير طاحوا قطرات ماء البلاد غرقت، الامير عبد القادر بعد يقول لك لا هذه شتيمه ليه، سمعها شتيمه الامير عبد القادر ندير له تمثال والشعب غارق في زوج قطرات ماء. وفيه ما قلت نحات جزائري قراين اللي هو جاية واللي يشارك في معارض دولية كبيرة بعث لنا فيلم أكبر تمثال في العالم اللي ما يبانش اللي يزيد يبان قدام قزم التمثال تاع الوالي تاع وهران اللي حاب يديرو الوالي تاع وهران هذا. وقال لك قال لي الاخر قال له تبو ندير تمثال هاكو بالصوره والصوت ما هو يعني تمثال اللي يكون يعني قال اكبر تمثال في العالم هاوليك شوفوه. عاودوا شويه من لانه كاين اقل من النتش 18000 طن حديد 400 مليون اورو يسوى 240 متر في العلو ديالو يعني مرتين لا ستاتيو دو ليبرتي. هذه نقطه مثال مثال الوحده شنو في الوحده اكتوبر 2018 هذا موجود في دولة والمعراض يمثل أحد الأباء في المدينة من هذا كان واحد الرابلي في النهر وغلب يعتبر من أطفال الهند. التمثال هذا خدم جزء منه كبير في الصين والوزير الأول الحالي اللي دار التمثال حاب باش يعني فيها ديما مانيبيولاسيون فيها ديما باش يريكوبيري هو الإرث تاع هذا الرجل هذا الزعيم الهندي. دونك فوالا باش الناس تعرف واش حكاية التمثال اللي قال لك نديرو أكبر تمثال 12 مليار كل هذا ضد هذا التمثال، ولأن هذا التمثال هذا إساءة للأمير عبد القادر وشتيمة له في بلد من حسب الإحصائيات 15% من الشعب الجزائري عايش تحت يعني نسبة الفقر المسموح بها تحت نسبة الفقر المسموح بها. هذا لما نشوفوا انه السميك في الجزائر يدير 90 اورو ما يعادل 90 اورو هذه تكفي باش نعرفوا باللي جزائر البترول غارقة في مشاكل كبيرة وغارقة في فقر كبير ما تقدرش تبقى لك المثل اللي يقول واش خصك العريان قال له خصني خاتم ما تقدرش دير حاجة. داير درك نتكلموا علاش هذا الوالي تاع وهران راهو عافس في الدنيا ويزيد ولا حاسب ولا رقيب ولا عقاب ولا حساب. نعطيكم السر
الوالي تاع وهران، معلاش راهو السيد هذا راهو فات الحدود كامل. شوفوا هذه بعد الشينغل ونتكلموا عليها. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.